في زحمة الدنيا والحياة مواهب كتير ما بتلاقيش فرصتها برغم انها تستحق مكانة افضل وتسليط الضوء عليها. عشان كده قررنا اننا ناخد بايدك ونحطك على اول الطريق وتكون الخطوة الاولى من هنا. خليك فاكر انك ممكن تكون معانا الحلقة الجاية في برنامجنا خليك هنا، وزي ما وعدناكم برنامجنا كل حلقة شكل وطعم ولون، ولون حلقتنا النهاردة كله فن وابداع. وعشان بنتكلم على الابداع يبقى لازم يكون معانا رئيس مهرجان الطفل المبدع المستشار حسين حمدي. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. ومعانا الطفل الجميل الحائز على المركز الاول من مسابقه التمثيل والذي لقب بالمنسي مازن ابراهيم. اهلا يا منسي. اهلا بيك. اهلا يا منسي، بقول لك اهلا يا منسي. مبروك التكريم. الله يبارك فيك. في البدايه بقى، موهبه التمثيل ديت من امتى ومين اكتشفك؟ من حوالي سنه فاتت، واللي اكتشفني كانت مامتي. انا كنت اساسا بحب اعمل فيديوهات وكده، يعني التمثيل كنت بحب اقلد الممثلين وادوارهم وكده، وكنت بحب الفنان امير كرار قوي، فانا كنت بعمل فيديوهات وكده. فمامتي لما سمعت عن المهرجان ده قامت راحت قدمت لي وبعتت الفيديوهات لعمو حسين وعجبته جدا، وخلينا ودخلتني عادي اشترك في المهرجان، والحمد لله. سياده المستشار نورتنا. ربنا يخليك يا فندم. على اي اساس بقى تم اختيار مازن من الفائزين في المهرجان؟ والله بيبقى دايما عندنا كتير من الاشخاص او المشتركين او الاطفال بيبقى عنده موهبه بس بدون دراسه. تمام. وزي الحاله اللي شفناها لحاله مازن، قام بدور تمثيلي هو اكتسبه من خلال مسلسل الاختيار اللي قام بيه الاستاذ امير كراره في موضوع تمثيل لشخصيه دور المنسي. طبعا ده من المشاهد اللي اثرت فينا اساسا كجميع فئات المجتمع لما اتفرجنا على المسلسل. فعلا ده قشعر الابدان. فلما عملنا مبادره موهبتك من بيتك وجالي الفيديو بتاع مازن، انا بصراحه شدني جدا. حتى يعني انت بتلاحظي ان الفيديو مثلا من خلال البيت وخلال الاسره بيأثر، لكن اكتساب بقى الشخصيه نفسها من عن دور تمثيلي اللي قام بيه مازن، هي اثرت فعلا شخصيا فيا انا. اني بتشوفي طفل ان اكتسب حاجه من الجيش وحاجه قام بيها يمثلها في خلال البيت وجايب سلاح وبيقول نفس الكلام اللي كان بيقوله الفنان امير كراره. هو الفيديو بصراحه تحفه. بالظبط. حتى انا لما بعت الفيديو للرئيس عام لجان التحكيم الفنان والناقد مجدي ادريس، برضو ايه شد انتباهه للتمثيل بتاع مازن، حتى اذا كان هو تقليد لشخصيه او اكتساب لشخصيه، لكن المشترك نفسه قام بيه بدور حلو قوي. ان هو يفرق مع طفل ويأثر نفسيا معاه، دي حاجه كبيره جدا. بالظبط كده. مازن، اول مره تشارك في مسابقه مهرجان ولا اشتركت قبل كده؟ لا، دي اول مره. كان احساسك ايه بقى؟ انا كنت مبسوط وكنت متوتر شويه من الموضوع ده، بس مامتي قالت لي تعالى نجرب وكده، وبعدت الفيديوهات لعمو حسين. طب اقول لك على حاجه بقى، معانا مفاجاه الفنان الجميل مجدي ادريس. الو. الو، السلام عليكم. مساء الخير. مساء النور، ازيك يا فنان؟ ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. ازيك يا سياده المستشار؟ وازيك يا عمار؟ اهلا الفنان الجميل استاذ مجدي ادريس، رئيس عام لجان التحكيم لموهبه التمثيل بمهرجان الطفل المبدع. اهلا بيك. انا شرفت بيك والله، بالبراعم الجميله دي لامل مصر ان شاء الله. ايه راي حضرتك في المشترك مازن ابراهيم اللي لقب بالمنسي؟ هو بصراحه يعني احنا النتيجه علينا بيني وبينك يعني. بس انا اقول كلمه، المفروض الكلمه دي تتقال يوم توزيع الجوائز، بس انا اقولها باختصار. هو موهبة مبشرة، بس يا ريت بقى ايه يهتموا كده زي ما قال بابا وماما، قالوا لي اعمل كذا والكلام. يتنشط شوية. رأيي أنا إنه يحاولوا يخلوه يعمل أشياء، مش يقلد ممثل تاني، لا يعمل أشياء هو يجتهد فيها، يعني يشوف رواية، يقروا له رواية كده، يطلع يعني. تبقى حاجة خاصة بيهم. عموما على الأحوال، بس
احنا بصدد طبعا سياده المستشار، احنا بصدد ان احنا نتبنى هذه البراعم كلها اللي دخلت المسابقه وعدت ونجحت فيها او خدت مراكز، وهنعمل لها اعداد مكثف جدا جدا، مش عايز اقول ورشه كويس، وهنتابعهم وهنفضل وراهم وندعمهم عشان يتحطوا صح على الطريق الصح. طب احنا عايزين، املنا احنا في الجيل الصغير ده اللي كبروا ومثلوا خلصوا، ده موضوع تاني، ده اللي حاصل دلوقتي موضوع تاني، احنا بنتكلم دولت يتبنوا صح فكريا ثقافيا وعلى مستوى كمان التكنيك، تكنيك الممثل. تمام. عايزين يا فنان كده، عايزين نشوف جيل مثمر تحت اشراف حضرتك من الفائزين من مهرجان الطفل المبدع. ما هو ده الجيل دوت، الجيل ده فعلا مبشر كله بلا استثناء، ولفت نظري ناس كتير، مش هسمي حد دلوقتي عشان دي هتبقى مفاجاه في اعلان الجوائز في الاخر ان شاء الله. لدرجه ان في مثلا في من الاخوه العرب من الدول العربيه في ناس لفتت نظر جدا جدا يعني. اوكي. عندنا عموما عندنا في ولاد مبشرين جدا جدا، بس محتاجين رعايه صح وثقافه صح، ونركز معاهم في ان هم يطلعوا اللي جواهم صح، يعني نحطهم على الطريق. فنصيحتي للاباء والامهات اللي هم بيتابعوهم ان هم يركزوا قوي قوي انهم يثقفوه بالاول. الفنان اذا لم يثقف مش هينتج انتاج جيد، فلازم يتثقفوا كويس، يقرا كويس. سامعني ولا سامع كويس، بحيث ما يعطلكش عن دراستك، اقرا كويس اطلع. الممثل لازم يعرف كل حاجه عن العالم المحيط بيه، كل حاجه، يعرف عن الجغرافيا وعن الجغرافيا السياسيه، الجغرافيا الاقتصاديه، قانون دولي، يعرف عن سروبولوجي، يعرف كل الاشياء، يعرف كل حاجه عشان تتسع مداركه. وانت مباشر، بس حاول تعمل شخصيه انت تعملها، انت تبنيها انت وفكر فيها ازاي. انا مش هنعلمك، هنجهزك في دوت ان شاء الله في الدورات اللي هنعملها باذن الله تحت رعايه برضه الجمعيه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. شكرا لحضرتك ونورتنا. اشكرك وشكرا لسياده المستشار، ونتمنى بامر الله تعالى ان دي تبقى نواه لتجهيز جيل كامل مباشر ان شاء الله في المجالات كلها، مش في التمثيل بس على فكره، جمال الفنية. نورتنا مازن. ايه خلاك بقى تفكر في موضوع التمثيل؟ انا مامتي كانت حاسه فيا اساسا الموهبه دي، وانا صغير انا كنت في كي جي 2 كده، كنا عملت مسرحيه، المس كده اختارتني، كنت عامل ممثل المسرحيه دي وكده، فهي عجبتها وكانت حاسه ان انا بحب حاجه حلوه. كانت حاسه كده، وانا اساسا كنت بحب اقلد الممثلين واحب اتقمص ادوارهم، وكنت بحب كده يعني. طيب احنا معانا فيديو جميل جدا ليك وانت بتقلد دور الشهيد البطل المنسي، ودوت اللي انت خدت عليه الجايزه. الفيديو هيتعرض دلوقتي على الشاشه. سياده المستشار، الفيديو دوت هو كان سبب في نجاح مازن؟ والله طب احنا نتفرج على الفيديو. بص يعني بص الخطوه بتاعته والصوت بتاع الرشاش. نقفل. طب هنسيبكم يا جماعه بس تسمعوا الصوت وتتفرجوا على الفيديو وهنكمل معاكم. يا ام الشهيد ابنك بطل،
اتبهدي واحكي. انت اشعرت جسمنا بجد، احساسك كان حلو قوي. سيادة المستشار، الفيديو دوت اللي هو كان سبب في نجاح مازن في المهرجان؟ بصراحة لاني هقول لك عبارة شهيرة جدا بتقول ان الممثل الناجح عموما او الموهوب اللي هو بيمثل باطلاقا كده بطلاقة، تمام، وده معناه ان الشخص او الممثل الناجح عفوا هو اللي بيستطيع اللي بيقنع المشاهد نفسه ان هو بيقوم بتمثيل شيء بيشعر ان هو في الحقيقة مش مجرد تمثيل. فالحتة اللي قبل الاصابة او الشهادة وتخش على كادر ابن الشهيد، طبعا دي مؤثره جدا جدا يعني لينا كلنا، واختياره فعلا. كمان لحته الشخصيه نفسها، ما هو في مسلسلات كتير ويقدر يقوم بادوار كتيره، لكن هو اختار شخصيه اثرت في المجتمع كله، حركت مشاعر المصريين كلهم. الحلقه 28 دي خلتنا كلنا في حاله ذهول وبنكررها بالظبط. فانا لما جالي الفيديو ده، انا على المستوى الشخصي، لان انا ما بتدخلش في امور التحكيم نهائي، فعلى المستوى الشخصي لا اثرت فيا. وفي فيديو تكمله لي وهو بيقع على الارض غير ديت، وجايبين مؤثرات صوتيه مع المشهد، تحس ان انت داخل المسلسل فعلا. فمثلا فنان كبير زي امير قراره وتاثره على الاطفال، الاطفال دايما بيتفرج على مسلسلات هادفه وليها محتوى بيكتسب بسلوكياته فعلا الامور دي، غير لما بيتفرج على اي برامج تانية، واحنا بنمنع اطفالنا تتفرج على اي برامج تانية او تكتسب اي مهارات ملهاش هدف، ملهاش هو الهدف برضو من الموهبه ده ايه؟ اللي انا اكتسب حاجه ايجابيه اقوم بيها، دور اقوم بيه، ومش عيب اللي انا النهارده اتعرف على حياه بعض النجوم وبداوا حياتهم ازاي في التمثيل وهي التجارب بتاعتهم، ويقلد بينه وبين نفسه الشخصيات اللي بيعجب بقصه كفاحها، زي مثلا ما اختار شخصيه المنسي او اختار شخصيه امير قراره اللي بيمثل بيها. بس هي برضو سياده المستشار بترجع للاسره ان هي بتنمي الموهبه، يعني بالظبط. بالظبط الاسره في البيت بتنمي الموهبه، هي شايفه ان هو عنده حته صغيره بتقويها وبتنميها وبتوديه مؤتمر، بتوديه مهرجان، يكتسب الخبره اكتر، وان هو بياخد الجائزه فبرضه بتدي له هادف كبير وطاقه كبيره. بالظبط. طبعا حضرتك بالسؤال ده نقلتيني لحته ثانيه خالص، لان عايز اتكلم في حته اولياء الامور دي بشكل خاص شويه، يعني نسلط الضوء عليها كمان. ليه؟ لان ولي الامر عليه دور كبير جدا فعلا في تنميه موهبه ابنه، سواء موهوب بقى تمثيل، موهوب رسم، موهوب غناء، موهوب في مجالات العزف، اي جميع مجالات المهرجان نفسها، ان ولي الامر عليه دور كبير جدا، ما يهملش ابنه زي ما بيحب ابنه يتسلط عليه الضوء وابنه يكون ناجح وابنه يهتم بيه فعلا بقى كده. عشان كده قلنا دايما ايه في مؤسسه مصر الحياه لتنميه المهارات دي، مفتوحة لجميع فئات المجتمع. نمي مهاراتك ازاي؟ التمثيل مثلا، ما هو محتاج تدريب، الوقوف فعلا قدام الكاميرا والإضاءة والكادر التصوير والحاجات دي بيدي جراءة للطفل نفسه ان يقدر يستمر. هو نفسه لما تصور في البيت من خلال موهبتك من بيتك، ايه الشعور اللي شعر بي؟ فهماني؟ لكن النهاردة لما يطلع في برنامج مثلا على مش متعود على الكاميرا هيبقى في رهبة وبتاع وكلام من ده. وزي ما قال الأستاذ مجدي من شوية، مسألة التدريب والتنمية ده شيء مهم جدا لما ترجع للممارسات. فعلا أنا هرجع لحضرتك بمناسبة أن العصفورة قالت لي السر، بس بعد ما أسأل مازن. العصفورة مازن، أنت كمان مثلت دور أحمد السقا في فيلم الجزيرة. انت مثلت الادوار دي عشان انت بتحب الاكشن، ولا انت بتحب الشخصيات، ولا ايه؟ الاثنين، لان انا بحب احمد السقا بيعمل افلام ومسلسلات حلوه قوي بتشدني، وفي نفس الوقت انا بحب الاكشن، هو بيعمل اكشن كتير وانا بحب الاكشن. وكنت برضو بدل ما انا عملت مشاهد كتير كنت عايز اعمل حاجه جديده باللهجه الصعيدي، اللي انا باين اللي انا بعرف اتكلم صعيدي برضو في التمثيل وكده. شفت لك فيديو حلو وانت بتتكلم صعيدي عجبني. سيادة المستشار، سمعت ان حضرتك بقى بتكمل مهرجان الطفل المبدع، بتعمل مهرجان تاني في مراحل عمرية تانية، ممكن تعرفنا بقى عشان لو حد من المشاهدين حابب يعرف، ومش هقول لك مين اللي قال لنا يعني العصفورة دي ما هو فعلا حاليا احنا في اعداد المستشار الاعلامي بقى، فلازم يبقى عنده خلفية. اكيد طبعا، احنا عندنا دلوقتي تكملة
لمرحلة مهرجان الطفل المبدع. طبعا الطفل المبدع عندنا من 4 سنين ل15 سنة، وده اللي مشترك فيه مازن وبقية الفائزين في المهرجان أو مشتركين في المهرجان. فعملنا آلية جديدة اللي هي فوق سن ال15 بقى، المرحلة اللي هي بتاعت تالتة إعدادي، أولى ثانوي، تانية ثانوي، لحد وزارة التعليم العالي والجامعات والكلام من ده. بس عملناها بقى بشكل مختلف تماما. هو عبارة عن إيه بقى؟ هو سميناه إحياء فن الزمن الجميل. الله، معنى كلمة إحياء فن الزمن الجميل، لو خدنا بالنا الفترات السابقة قابلنا، مش عايز طبعا أقول تلوث سمعي، قابلنا مهرجانات وكلام غريب كده يوم مرة نسمعه. بدأت أحس إن الناس فقدت الزمن بتاع أم كلثوم، عبد الحليم، نجاة، فريد الأطرش، الناس اللي الأطفال دلوقتي لما بيسمعوا الحاجات دي، إيه اللي أنتوا بتسمعوه ده؟ بالظبط، عشان هم ما تعودوش. ما فيش ثقافة بقى، إحنا ما نقلناش الثقافة دي ليهم. فالنهاردة لما أعمل إحياء فن الزمن الجميل، هو شامل على عدة مواهب بس. أولها موهبة الغناء، بس لازم اللي يشترك في المهرجان ده يكون يخش يشترك بأغنية من فن الزمن الجميل. أنت اختار على كيفك. حلو جدا، حلو جدا. أنت اختار على كيفك بقى، تغني لأم كلثوم، لنجاة، لوردة. ده كده بتشجعهم إن هم يرجعوا فن الزمن الجميل. هو ده اللي احنا محتاجينه حاليا في الوقت الحالي. أوكي. طبعا بشكر الفنان الجميل نقيب نقابة الموسيقيين والأستاذ هاني شاكر لما طلع قال إلغاء جميع المهرجانات. ده كان قرار إيجابي وصحيح 100%. وفي نفس الوقت طبعا هيكون متعاون معانا، وهيوصل له طبعا موضوع الدراسة الاستراتيجية الخاصة بالمهرجان فن الزمن الجميل أو إحياء فن الزمن الجميل. الموهبة بعد الغناء، بعد الموهبة الغناء دي في موهبة الرسم. طيب اللي هيخش في مجال الرسم في إحياء فن الزمن الجميل ده، ترسم لي شخصية من فن الزمن الجميل. حلو جدا، حلو. يرسم بقى فريد شوقي، يرسم نجيب الريحاني، يرسم أي إسماعيل ياسين، أي شخصية. بس بشرط كمان اللي احنا هناخد موافقة من وزيرة الثقافة اللي نعرض اللوح بتاعتهم دي في الأوبرا، ونعمل استدعاء ودعوات لجميع فنانين مصر. حلو، حلو فعلا. يقوموا بيشتروا اللوحات دي لحساب المشترك اللي رسمها. العصفورة كان عندها حق انها لازم تبلغني عشان لازم يبقى حصري، فخليك هنا. بالظبط كده، وحظك بقى اللي طلع معاك انت بقى. مازن، بتفكر تشترك في مهرجان تاني ولا انت كده حققت حلمك؟ يعني بتقول مش هشترك تاني؟ لا، ما لسه محققتش حلمي. مش حلمي ان انا مثلا المهرجان ده افوز فيه او حاجه، حلمي ان انا مثلا اطلع في مسلسل واقوم بدور فيه واكون في دور مهم فيه واطلع ممثل. يعني كده محققتش حلمي خالص. يعني انا عايزه بقى، عايزاك تقول لي يعني ده اكتر احلامك ان انت تطلع في مسلسل؟ لا، انا ابقى ممثل مش مسلسل. اصلا لو طلعت مسلسل وبعدين بقى بعد كده لو طلعت مسلسل، عايزه ابقى اطلع ابقى اخش في المجال وابقى يعني انا هبقى ممثل. عايز تبقى فنان كبير يعني؟ اه. طيب تمام، لو في مهرجان تاني، في مسابقه تاني في مهرجان الطفل المبدع، بتفكر تشترك فيها ولا خلاص؟ لا طبعا، علشان انا عايز مخرجين اكتر يشوفوني وممثلين اكتر يشوفوني وكده. وهو على فكره من الـ الكوادر المبشره فعلا في مجال التمثيل، زي ما قال لنا الفنان مجدي ادريس. حقيقي مازن شخصيه جميله. انا لسه كنت هسال حضرتك، فيها شخصيه احساس بالفن نفسه. شايف ان مازن ليه مستقبل كويس في التمثيل؟ بالظبط. بس يتدرب كده ان شاء الله ويمارس ويختار ادوار زي الادوار اللي اختارها ديت، بس يعبر بقى عن شخصيته. مش هقلد بقى النهارده امير كرارة، مش هقلد فلان محمد مثل الفنان محمد هنيدي. هو حاجات تبقى خاصه بيه. لا، انا عايز حاجه بقى تقال الفنان مازن ابراهيم، حاجه بتاعته بقى من الابداع. حاجه ليا. أيوة مازن، انت عندك موهبه ثانيه غير التمثيل؟ بمارس رياضه، بلعب كراتين. سمعت ان انت بتحب القطط والحاجات دي. حلو. سيادة المستشار، بعد النجاح اللي حققه المهرجان 2020، ايه خطة حضرتك للمهرجان الرابع 21؟ والله احنا هنبدأ الفعاليات مهرجان الطفل المبدع الرابع ل 2021 اعتبارا من منتصف شهر فبراير اللي احنا فيه حاليا. اوكي. هنبدأ فيه بفتح المجال للناس اللي هي عايزة تشترك، الأطفال اللي عايزين يشتركوا اللي هم ما لحقوش السنة اللي فاتت ان هم يشتركوا. أوكي. وفي نفس الوقت هيبقى بشكل تاني مختلف عن مهرجان 2020. طبعا احنا كل سنة بنقدم حاجة جديدة، وكل سنة بنوسع المجال لجميع الفئات على مستوى الجمهورية.
طيب بقى ليه حضرتك بتحب ان انت تنزل بنفسك المحافظات والاقاليم على العلم ان انت معاك فريق عمل كبير وضخم؟ والله طبعا انا بشكر كل فريق العمل اللي معايا من لجان تحكيم والمدير التنفيذي لمؤسسة مصر الحياة الأستاذة هنا السباعي ورئيس عام لجان التحكيم الكابتن حسين توفيق وجميع لجان التحكيم برؤساء تحكيمها طبعا بشكرهم وليهم دور إيجابي جدا في التعاون معنا في المهرجان. ولكن ليه أنا بفضل أن أنا أنزل بنفسي؟ أنا بحب أكون قريب من المشترك نفسه. لما بيحس مثلا رئيس المهرجان هو اللي بيجي بنفسه هو اللي بيكلمنا بتديله حماس أكتر وبيديله انطباع إيجابي في أن هو خلاص فقد الرهبة بتاعته فعلا. فليه أنا ما اروحش بنفسي وأتقابل مع الأكاديميات وأتقابل مع المدارس وأبدأ أن أنا أتكلم وأكون قريب منهم هم شخصيا يعني. تمام مازن، عايزك تقول كلمة كده لماما لبابا اللي شجعوك على التمثيل. شكرا، وانا من غيركم اصلا ما كنتش هبقى هنا ولا كنت هبقى في المهرجان، ومامتي هي برضو اللي خلتني واشتركت لي وعرضت صور الفيديوهات بتاعتي على عمو حسين، وعمو حسين عجب بيها جدا وهي اللي دخلتني المهرجان. لما تبقى فنان كبير بقى هترضى ان انت تتصور معانا ولا هتقول بقى هتتكبر علينا؟ مش هنسى حد فعلا، مفيش حاجه اسمها كده عني. سيادة المستشار، بعيد عن المهرجان بقى، قول لي عن دور شركة سيل سيكوريتي للأمن والحراسات مع حضرتك. والله شركة سيل سيكوريتي للأمن والحراسة لفت نظري حاجة جميلة قوي، إن هم بيقوموا بدور بأداء عمل مختلف عن المعتاد لأنها أصبحت من الشركات الرائدة في مجال الأمن والحراسة. تمام. اعتمادها على التطورات الحديثة في مجال الأمن وبصفتها من الشركات الرائدة في مجال الأمن بعرض خدماتها بالشكل اللي بيناسب جميع الفئات على المجتمع عموما سواء داخل مصر أو خارجها كمان، يعني المواقع والشركات والبنوك والقطاع الخدمي والسياحي عندها نخبة كبيرة جدا من الكوادر المتخصصة في مجال الأمن، واختيارها لضباط أمن لديهم خبرة كافية في المجال. وعلى المستوى الشخصي بقى من قيادات رجال الجيش اللي هم بيقوموا بإدارتها ورجال الشرطة، على المستوى الشخصي قربت من عملهم عن كذب ولقيتهم بيحققوا قوة في السوق المصري جامدة جدا، والأجهزة الحديثة اللي بيقوم بيها وقطاع الكي ناين المدرب في الكشف على المخرقعات وأساليبهم في الأمن والحراسة، لا شركة ممتازة جدا. وأنا بشكر المقدم عصام علي القائم عليها والأستاذ جمال علي، وإن شاء الله ليكم باع طويل في السوق المصري ونجاح، ونتمنى طبعا ليهم مزيد من النجاح والتقدم إن شاء الله. كلمة أخيرة بقى مازن قبل ما نختم الحلقة، نختم الحلقة بيك. كلمة أخيرة تقولها لنا، بتتمنى إيه في حياتك؟ اتمنى ان يبقى ليها مستقبل ويبقى ليها مستقبل وابقى ممثل، وان شاء الله يعني اخش دور مهم قوي في مسلسل ويبقى ليها مستقبل ان شاء الله. ان شاء الله وانا متنبأ لك خير، وانا هستضيفك ان شاء الله في البرنامج بتاعي، خليك هنا لما تبقى نجم كبير ان شاء الله. شكرا. قبل ما تختمي عايز بس اوجه شكر المعالي وزير التربيه والتعليم الدكتور طارق شوقي وجميع القيادات اللي تعاونت معانا في مهرجان الطفل المبدع، على رأسهم الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية المهندسة فاطمة عبد العال، ووكيل أول وزارة الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتورة هالة خفاجي رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة وكيل أول وزارة، والأستاذة عبير أنور مدير عام إدارة الموهوبين، وجميع مديريات التربيه والتعليم على مستوى الجمهوريه باداراتها التعليميه، والمستشار الاعلامي الاستاذه ايمان حجازي. شكرا لحضرتك سياده المستشار، وشكرا لمازن، شكرا لكم اعزائي المشاهدين. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، وانتظرونا غدا الساعه 2:30 على قناه الصحه والجمال، وخليك هنا.